معلنين مزي رئيس جمعيه نادي سيدي يفني لرياضه الصيد تحت الماء والمحافظه على البيئه. اليوم كنتواجدوا بشاطئ من درقه في اطار حمله بحر بلا بلاستيك اللي كتنظمها مؤسسه محافظه السادس للبيئه اللي كتراسها الاميره الجليله لاله الحسنه. وبالنسبه للجمعيه ديالنا حنا حاولت انها تاثر الناشئه اللي كتراوح العمر ديالها بين 4 سنين 14 عام بالاهميه المحافظه على البيئه من خلال مجموعه من الورشات. كانت ورشه ديال اعاده التدوير وورشه فرز النفايات، كذلك ورشه تعريف بالنفايات البلاستيكيه، وكذلك ورشه ديال الصيد البحري والطرق ديال وانواع ديال الصيد. كذلك كانت واحد الورشه اللي طرقنا لها تقنيات الصيد تحت الماء، والورشه الاخرى طرقنا للتقنيه ديال الوسائل اللي كنستعملوها في الغوص السياحي تحت الماء. بلال مريم فنانه مهتمه بفن اعاده التدوير، وحنا اليوم كجمعيه جمعيه سيدي افني لرياضه الصيد تحت الماء والمحافظه على البيئه قمت بالاشراف على ورشه اعاده التدوير للفن الايكولوجي، والحمد لله اليوم استمتعنا مع وليدات واستفدوا اكثر من هذه التجربه هذه. وكنشكروا مؤسسه محمد السادس لحمايه البيئه على تنظيمهم واشرافهم على هذه المبادره القيمه اللي في افاده الاطفال. وكنبغي نشكر اي واحد تعاون معنا بالخصوص الفاعل الجمعوي عزيز بزيو ورئيس جماعه مير اللفت، وكذلك الاستاذ الفنان التشكيلي ابراهيم شاكير، وكذلك الفنان الموسيقي بدر الشرقي. كنبغي نحييهم بزاف على التعاون ديالهم معنا بهذه المبادره، وكنبغي نشكر جميع الاطر اللي ساهمت في تنشيط هذا اللقاء مع الوليدات لمحبي البحر. وكنبغي نشكر التلميذه الموهوبه الفنانه جميله سمير على مشاركتها لنا بهذا الملتقى هذا، وشكرا للجميع وتحيه لاي واحد كيساهم في توعيه وتحسيس هاد الاطفال المواطنين على المحافظه على البيئه، وكذلك باش تبقى الشواطئ ديالنا نظيفه وللحد من التلوث البيئي البحري. وشكرا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الكيك، الكاتب العام لجمعيه سيدي افني للرياضه الصيد تحت الماء والمحافظه على البيئه. حنا هنا كتواجدوا اليوم بشاطئ ايمين ترقا جماعه مير لفت التابعه لاقليم سيدي افني في اطار حمله تحسيسيه توعويه كتنظمها مؤسسه محمد السادس لحمايه البيئه في اطار برنامج بحر بلا بلاستيك صيف 2024. الهدف ولا هذا النشاط خلاته مجموعه من الورشات من تاطير اعضاء ومؤطري جمعيات سيدي افني لرياضه تحت الماء. ورشات كتضمن ورم مختلفة فيها التنوع الإيكولوجي والتلوث وإعادة التدوير والنفايات البلاستيكية، الصيد تحت الماء، الغوص الرياضي والتجاري، وكذا ورشة خاصة بالصيد البحري. هذا النشاط استفدوا منه مجموعة من التلاميذ والأطفال من فئة العمرية ما بين 6 سنين حتى 14 سنة، استفدوا من هذا التأثير ديال عناصر أعضاء الجمعية. وخلتوا ايضا على العاب وانشطه ترفيهيه، الهدف منها التحسيس والتوعيه باهميه المحافظه على البيئه والتحذير من مخاطر التلوث للحفاظ على بيئه نظيفه وشواطئ نظيفه، وايضا توعيه المصطافين بضروره الحفاظ على الاماكن اللي كيرتدوها. السلام عليكم، انا سميتي بشرى راجي، كنقرا في المستوى السادس ابتدائي الطلعه السابعه من مدينه العيون. جيت هنا المخيم مير لفت في اطار جمعيه بصمات للتربيه والثقافه. حنا حاليا متواجدين في شاطئ مير لفت، وكاين هنا واحد الورشه كنستافدوا منها، بحال مثلا واحد الورشه كتعبر على لوحات على المحافظه على البيئه وكيفيه الصيد، ومثلا حنا نكتبوا واحد ان سلوغون بحال مثلا كما من يحافظ يحافظ. وكنستافدوا بزاف ديال الحوايج. السلام عليكم. السلام عليكم، انا سميتيني زار بوبلاج، السن ديالي 14 عام، المستوى الدراسي ديالي الثاني اعدادي طالع التاسع اعدادي. كنبغي نشكر جمعيه بصمات من فرع دمنات ولا فرع العيون الساقيه الحمراء. احنا اليوم كنتواجدوا في منطقه بشاطئ مير لفت. اليوم انا في الصراحه ما كنتش عارف بان كنت كنلوح بزاف ديال الزبل في البحر، وبسبب هاد الورشه تعرفت الخطا اللي كنت كندير، وبسببه
عرفت بلي انا كنلوت البحر ماشي سوا مره ولا جوج مرات. اليوم هاد الورشات علموني بزاف ديال الحوايج، ماشي غير حاجه ولا جوج حوايج، علمونا بزاف. هاد الورشات ضروري ما غيستافدوا منهم شي وحدين، ضروري ما غادي يجي شي نهار وغادي تقول انا اللي حتى هاد الشيء درتو انايا وما كنتش عارف، وبسبب هاد الورشات غادي يتعلم. وشكرا. السلام عليكم، الاسم ديالي جميلة سمير، واليوم كانت عندي تجربة مع الورشة ديال الرسم مع جمعية سيدي إفني لرياضة الصيد تحت الماء فضاء على البيئة، واللي صراحة كانت تجربة زوينة. كتجمع بزاف، كل فريق زوين، كانوا الناس ظريفين وانكلوزيف بزاف. ما حسيتش براسي زعما بحال اول مره غنكون هنايا، وحتى كانت تجربه زوينه باش نرسم مع الدراري الصغار ونشوف لي طالون ديالهم، حيت بصح كانوا تري باسيوني. و تجربه زوينه وما كرهتش تعاود، وشكرا للاوتور وشكرا لمريم حيت عاونت عيطت لي وعطتني هذه الفرصه هذه. بالنسبه لي انا كان عندي اتوري ديال الرسم، واللي كانوا عندنا دي زامبريمي اللي فيهم بزاف ديال الرسمات كيعبروا على البحر، لا ديفيرسيتي ديال لا ريشاس مارين ديال المغرب، وحنا كاملنا كنعرفوا هادشي. وبالنسبه للدراري كانوا انتوزياست بزاف باش يجيو يرسموا ويلونوا ويخلطوا الالوان، واللي هو شي حاجه زوينه بزاف، وديك البغيونس في عينيهم كتشوفهم كيكونوا مستمتعين بزاف وهما كيخلطوا معاك الالوان وكيشوفوا هاد اللون اش كيعطيو. هذا صراحه كانت تجربه زوينه. بالنسبه ليا كنشكر بزاف الفنان الموسيقي والتشكيلي بدر الشرقي، وحيت بصح كان كيشجعني وعاوني بزاف باش نديفلوبي من الطالون ديالي، وحتى الفنانه مريم بلال اللي صراحه عندها لو طالون وعندها البليزير وعندها لومبيسيون توسكي روسيكلاج وكلشي. وشكرا ليها بزاف حيت عطاتني هذه الفرصه هذه باش نكون هنايا، وشكرا لاي واحد كان كيعاونني، شكرا للجمعيه، شكرا للاطر القائمه على هذا ليفينمون هذا حيت بصح كان بيان اورغانيزي. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.